استيقظ أهالي زحل الأسبوع الماضي على رسائل واتساب تحذرهم من الملاحقة القانونية، وعلى نداء من المطران عصام يوحنا درويش لالتزام الصمت، لكن صوت الفضيحة كان أعلى. هي أنا عم إياها لزوجة، هو رجال أو حبلت له إياها مرتين وخمن حاله رجال، بس أنا بدي أقول له لهذا النص أنا رح فرجي مرته كل ما كنت $6,000 فرجيها هي وعم تعدهم للمصريات. إنها عينات سريعة عن التسجيلات الصوتية التي نشرها جوزيف المعلوف الملقب بالبطة عبر واتساب لأحدى السيدات في محاولة لابتزازها والتشهير بها. هو اللي كان مع عدب على أكل، هو المخاش عم يعطيها مصروف، إذا بدها تجيب خضرة تكتب له على الواتساب شو عم جيب. أنا رح فرجي كيف مرته كانت عم أكثر من 10 مرات، كل مرة $3,000-$4,000 عم بتعدهم وبتحطهم بالجزدين. أنا رح أبعث له إياهم لأش أنا دافع مرته. صور جنسية فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطال السيدة المعروفة، وأخرى ساخرة من زوجها بعد فشل البطة بالابتزاز المادي، وفي جعبته مقاطع فيديو جنسية من لقاءات متعددة بينه وبين السيدة المعنية. الزوج يتهم البطة باختطاف زوجته واحتجازها تحت وطأة الضرب والتهديد بقتل والدها وفق الدعوى المقامة. أما المبتز جوزيف المعلوف فيتهم الزوج بتبييض الأموال ويهدد بفضح الزوجة. وأنا رح أحط لكم على الواتساب كم ملف علي تبييض الأموال، تزوير ببعبدة، حجز أموال، وشو عم بصير عنده من تزوير، من إشي بالمالية، من إشي خفايا، ومرته عم تشتغل دعارة بمصاري. وفي اتصال للنشر مع المبتز الهارب قال: صراحة إذا موضوع في محاكم أنا ما برد هيك شغلة. ايه بس طبعا ما تكون عم توضح وجهة نظرك. لا 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 يعني متهمينك بال في مدى اللي يقول قال له الآفية بتمشي وركيه بتعوش. هلا على صراحة موضوع مثل هذا ما بيروا أي اهتمام من هذا المنطف. نحن بلي في لبنان دولة وفي قانون، من قانون أو قضاء بيبعت يسألني أنا تحت القانون. ايه بس أنت عم بيقولوا أنك هربان. هل يقولوا بدهم إياها لأمين؟ وبين التزام الصمت والمعطيات التي تجاوزته، 5 سيدات أخريات وقعن ضحية البطة المتواري عن الأنظار، وتفاوتت المعلومات بين هروبه إلى الجرود واختبائه في منزل أحد السياسيين. أنا بتحدي يطلع يواجهني وعلى التلفزيون. بهذا الإطار رح يكون عنا مشاهدينا أي شخص بحب يتصل فينا من زحلة أو أي حدا من ضحايا جوزيف معلوف أو أي حدا بيعرف عنه شيء أو بيعرف عن أخلاقياته شيء وتعاطيه مع الناس شيء، الرقم رح يكون موجود على الشاشة بانتظار اتصالاتكم. ورح يكون عنا باستوديو المتر أحمد بدران وحضرته محامي، رح نحكي عن هالموضوع من الجانب القانوني، ورح يكون معنا كمان دكتورة ريما بزجاني معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدأ معك ماتر، يعني شخص بيحط حاله بقلب الفيديوز بقلب التصوير اللي له علاقة بابتزاز جنسي ولا يقبه بأنه هو موجود حتى بهذا التصوير اللي عم بينشره. نعم. هذا مش بمثابة اعتراف صارخ؟ بطبيعة الحال التصوير اللي صار ووضع نفسه بهذا الكاد إذا بدك يثبت بشكل قاطع خلينا نقول وجود نية واضحة وتسلسل زمني وتحضيرات لارتكاب هذا الجرم. هلا مثل ما حضرتك عم بتقولي انه عم بحط نفسه بموقع الاتهام، برايي انا انه هو ما كان مفترض انه رح يوصل لهالمرحله. اذا كان الموضوع مثل ما عم نقول ابتزاز، نعم، انه انا بهدد بحصل على شيء ما وانتهت القصه. ايه بس ليوصل بالاخر علي وعلى اعدائي بهالمحل قد ايه يعتبر؟ ما هون يمكن كانت اول خبريه بتكون بمثابه اذا بدك تيست او بمثابه جس نبض او شيء من هالنوع وصولا لتحقيق الغايه، بس واضح انه في يعني في تسلسل وفي قصد جرمي وفي كاميرات موضوعه. حتى اذا بتلاحظي في باحدى المشاهد في يعني معتمه الصوره بضوء الضوء.
فبالتالي واضح انه في نيه مبيته بهذا الموضوع حسب اللي عم نشوفه. يعني انا بحب اكد على شغله اساسيه، نحن بموضوع امام القضاء، فبالتالي ما بدنا نمس بقضايا بسريه التحقيق، بس فينا نحكي عن الاشياء اللي منشافي. نعم. قبل ما فوت حتى بعدد التهم او الوضعيه، يعني الوضع اللي على اساسه يستدرج النساء، بدي اقول انه بعد شوي رح نشوف ريبورتاج له علاقه بابنه، انه هناك من يشتكي من ضحايا ابنه، يبدو انه ماشي ابنه على نفس الخطى اللي هو عم يسلكها لناحيه الابتزاز الجنسي للبنات. بعد شوي رح نشوف هذا الريبورتاج، بس خليني اروح لعندك دكتوره. يعني باطار نفس السؤال، هذا الشخص اللي حاطط حاله بقلب الفيديو يستعرض او هو مختل او هو حاقد او مثل السيريال كيلر ستيل شغله، يعني بضحيه ورا ضحيه، يعني صح اللي واضح شوي ما بحق لنا كثير نحكي، ما بنعرفه شخصيا بس واضحه الامور. يعني اذا بدك هذا انسان المينيموم ينقال انه عارف حاله ما في حدا فوق راسه، هو قادر يعمل بده اياه، يعني شوي الكاركتير البارانوياك اذا بدك يلي اخذ منه البارتي اللي انا القصه كلها اذا نحن بنقول على اللبناني. سو والاكثر من هيك مثل ما قلته انه هو اوريدي مبلش من زمان وواصل لهلا اكثر من 12 سنه وهيدي مره على مره مثل الاكزرسيس، هي انه انا عم يمشي الحال معي، صرت بتكبر، هي مثل كره الثلج اللي بتصير تكبر وهيك بتكبر براسه، بس هو عنده الارضيه اوريدي موجوده، اكيد عنده خلل نفسي بمحل معين. تنبلش بكاركتيره اذا بدك، اذا بدنا نفوت بامراض نفسيه، لانه هون بنرجع بنقول ما فينا نحكي الزلمه مش عندنا تقدر نحلله، بس اكيد في خلل معين عم بخليه يفوت بهيدي الطريق. دكتورة، يعني دائما نحن كنساء انه بنسمع، صحيح انه كثير نساء ما استرجوا يحكوا اول شيء، وهذا الشيء خلى الموضوع الصمت تجاهه، انه هو يمكن تتطور خططه ويقدر يطال ناس ثانيين. ما بعرف شو رايك بانه لازم ما نحكي. شوفي شو هي، اول شيء في الاحساس بالذنب، هون فينا نفوت فيها، تكون في انفيداليتي، في خيانه، في محل احساس بالذنب، لا دعوه للصمت اللي بدعوا لها احيانا بعض المسؤولين. انا هيدي ضدها كومبليتلي، لا انا اكيد كعلمه نفس بقول اول شيء بدنا نحكي لو شو ما كان بمحل معين، حياتنا الشخصيه هيدي لنا، ما حدا له معنى شو عم نعمل وشو عم بيصير. سو هونيك ورايح تعرضنا لابتزاز، تعرضنا لضغط، تعرضنا لاذى، ضروري نحكي. شو هي الثغره اللي بفوت منها هذا الرجال؟ يعني كيف يتم استدراج نساء بهالسهوله الى احضان رجل؟ نعم للاسف هلا اكيد في ضعف معين عند النساء، كان يعني قدر يستغل نقطه ضعفهم، يمكن كل حدا عنده نقطه ضعف معينه، بس اذا بدك بالاجمال النساء يلي بتروح للخيانه بالمبدا، لانه نحن ما ننسى انه السيده متزوجه يعني رحت لخيانه، هي بمحل معين عندها نقص اذا عم نحكي ان جنرال، نرجع بنعيد يعني نحن ما عم نفوت ديتيلز، اكيد قدر يلقطها بنقطه ضعفها وهيئته حدا كثير ملسن وقادر يعرف يتصرف مع النساء، وهن بمحل موضوع قابل اكيد في بمحل معين قدروا يعمل هيدي الكومبينيشن ويستدرجهم. على سيره موضوع قابل، هل هناك تهمه بتسقط على الضحيه نفسها؟ يعني اي ضحيه بفيديوهاته او بصوره، هلا هو موجه له حتقول لي شيء كثير تهم، يعني انا بدي اقول لك شيء بس قبل ما نفوت بتهمه قول له انا بس بدي اقول شيء اللي تفضلت فيه الدكتوره بموضوع التصريح والحكي بالأحرى اتخاذ موقف من أي تهديد، هذه شغلة مش بس الطب النفسي حتى قانونيا، أي شخص امرأة أو رجل تعرض لتهديد أو لابتزاز حكما لازم يحكي، حكما لازم يلجأ للقضاء، القضاء هو الوحيد، أي شخص لحاله ما عنده لا القدرة ولا الإمكانية أنه يحمي حاله أو يأخذ حقه. هي أول نقطة. النقطة الثانية كمان حبيتك بس شيرة أنه نحن بدنا نركز على نقطة، أنه هالأفلام اللي نشرت والتسجيلات بالدعوة موجود، أنا اطلعت عليها يعني عم ينقال أنه مش مزبوطة، عشان هيك ما فينا نحسم أنه هي عم ينقال مش مزبوطة من قبل الضحية. صح بالدعوة هلا ما حنفوت نحن بالأسباب اللي ممكن ضحية تقول هيك إذا بدنا ناخذ نحن فينا إذا بتحبي بناخذ فرضية إذا مزبوطة وفرضية إذا مش مزبوطة، لأنه إذا تبنيناها بنكون عم نستبق التحقيق. طب هذا الشخص يبتز، يعني انا بدي اذا بدي احكي عن هلا في بتفهم الاحراج اللي فيه البيوت، وما بدي احكي عن حاله خاصه معينه، نحن عم نحكي عن 10 نساء فاتوا بهيدي الطوشه اللي وبهذا العذاب النفسي اللي تعرضوا له. يعني هذا الشخص قبل ما اعرف كم تهمه هو معرض لها، واي شخص ما عم يفكر يبتز امراه يسمعك هلا يقول انه هو مش فلتان القصه، يعني هي عليها تهمه؟ بدي اعرف هي التهمة الوحيدة عليها بحال ثبوت صحة الفيديوهات هي تهمة الزنا،
إذا ما أقام زوجة عليها هاي التهمة؟ هاي الدعوة ما بتتحرك إلا بناء على ادعاء شخصي من صاحب الصفة. نعم. اللي هو الزوج. نعم. سو يعني نحن برجع بركز إذا كان هيدا الفيديو صحيح. وهو كم تهمة عنده؟ هو كتير، هو باللي هو لحاله بس عم يعترف عليهم كتير. هو عنده تعرض للأداب العامة، وعنده تعرض للأخلاق العامة، عنده بحال ثبوت صحة لهيدا مثل ما قلنا الفيديوهات، عنده الزنا، عنده التهديد، عنده إفشاء الأسرار، عنده ذم وقدح، عنده اغتصاب وتهويل. هيدا عم بحكي باللي أنا شفته. قدي مجموعهم بعد ما عم بحكي أنا كم سنة مجموعهم؟ تبهي بعد ما عم بحكي بالدعوة المقدمة عليه، إذا ثبت صحتها هي جناية. نعم. الدعوة فيها جناية خطف، هون جنح عم نحكي. نعم. تتراوح العقوبات هلأ منشوف لك النص بين 3 شهور والسنة. 3 شهور وسنة؟ ما عم قلك هلأ معك حق بهالاستغراب. تعرفي ست ريما ليش؟ لأنه يعني أنا برأيي هيدا موضوع يمس الأمن الاجتماعي كله. هيدا موضوع مستفز إنه اليوم أنت ينشر، يعني بدي سلم جدلا إنه صارت. طب نشرة قديش سبب دامج، دمار، ضرر ودمار وخراب وألم، مش لألها، لولاده ولولاده، لولاده ولولاد ولاده ولأهله ولعائلة. من هون أنا عم بحكي عن موضوع الأمن الاجتماعي، واللي بتمنى عبر برنامجك المحترم أنه يعني ناخد الأمور شوي بنعطيها حجمها. قد يكونوا مش مزبوطين، وهيك نعم. الادعاء عم بيقول، لأنه كنت عم قلك يمكن قبل شوي أنه اليوم نحن ببلد صغير والناس بتعرف بعضها. يمكن حدا من قرايبها، يمكن حدا من قرايب المتضررين يقدم على عمل ما، فلتت الأمور. من شان هيك أنا بتمنى على القضاء، والقضاء وضع إيده حسب ما عرفت اليوم على الموضوع بشكل نعم. جدي حاسم، وفي ملاحقة مذكر توقيف بحقه طلعت في مذكر التوقيف، وهو ملاحقة بس كان لآخر دقيقة بعده عم بيرد على هاتفه بشكل عادي ومتواجد بشكل عادي وبتصرف بقوة غريبة. يعني كان لازم نسألك نحن الناس اللي حميوه قبل، اللي نقال عنهم قبل بالسنوات ال 12 اللي مرقوا، القاضي والعميد اللي نعرف إنه حميوه وقت طويل، هول شو عقوبتهم لازم تكون هلا؟ أنا ما بعرف شيء عن موضوع حدا بموفر له حماية، بس بطبيعة الحال التحقيق ببين هذا الموضوع. إذا كان محتمي بحدا أكيد في عقوبات التدخل بالطالون. هل وقاحة أو هالقدرة لهالقوة بأنه يحكي شخص بفويس نوت أو أو يحكي بهال بده يعمل ويقول وأنا فلان وعملت هيك، يعني هيدا كله يتو هو دليل أنه هو مش مطمن على وضعه؟ أوقات إيه أوقات لا، عم يتخبى. في إنسان بتعرف الإنسان يلي كثير بنقول إحنا بيتبهور وبيحكي، لأنه هيك مبين من طريقة حديثه. هو إنسان شغل من اثنين، يا عن جد أمنة بالجاي بأنه أنا ما حدا بيقدر يدق فيه، يا من ميلة تانية أنه لا عم بيصور عم يعطي هالصورة عن حاله. فيكون هو كمان لا بلش أنه مثل ما بيقولوا مش حاسس أنه وصلت على دقنه، أنه بيقولوا خلص قادر أنه تنتهي هذه القصة، فين وجد بمحل معين تيدافع عن حاله بهالطريقة، بيروح للإكسترام الثاني. نعم. لأنه خلص بمحل معين كبرت كتير القصة، هالأدرينالين اللي كان كل مرة عم يكتر أكتر من وراء هيدي الأمور اللي عم يعملها وعم بيعطيه هيك إحساس بالقوة، خلص وصل لمحل انضبط. كنت يعني محضرة مجموعة من الأسئلة لها علاقة بقديه هيدا الشخص ما نعرف قديه عم يأذي عائلته قبل عائلة الضحية. نعم. يعني وين أخذه وإذنه فاجأ أنه في شكوى على فولا. ابنه نعم. انه يسلك الطريق نفسه. خلينا نشوف الروبورتاج ونعود للاسئله اللي العرب. ترافقا مع فضيحه فيديو الابتزاز الجنسي الذي نشره جوزيف معلوف، ظهرت على ساحه الابتزاز ضحيه جديده حصرا في للنشر. لكن هذه المرة هل يكون المبتز هو نيكولا ابن جوزيف معلوف؟ أنا ضحية ابتزاز من ابنه لجوزيف المعلوف يلي هلأ عم يبتز مرته. ابنه اسمه نيكولا معلوف، وصلت له صورة بطريقة ما إلي وعم يستفزني وأنه بده يفضحها ويفضح كذا صورة لبنات تانية. الصورة اللي بعتها هي صورة بلا تياب، وويتن نهار لقيت أنه هي تسربت لكل المنطقة. أنا تحت السن القانوني، وهذا الشيء ما إنه جديد يعني على ابنه، لأنه بيو أصلاً عم بيعمل هيك، يعني صار كذا مرة عامل هيك خبرية يعني وفاضح نسوان، وهلأ إنه ابنه عم جرب يعمل مثله.
بيقولوا مثلا عم بيصير في حكي عليك من قبل نيكولا انه انت مصوره هيدي الصوره وهو عم بينشرها وعم يبعثها للكل ويقول انه انت مثلا بعتي له هي له، او هيجوا يقولوا لي انه ليك شو بعت لنا نيكولا، او يصير يطلب منك اشياء وانت مضطره تنفذي لانه اوريدي انت غلطتي غلطه صغيره، فبصير يحس حاله انه هو بيملكك وقادر يتحكم فيك ويطلب شو ما بده وانت مضطره تنفذي. بعد شهاده القاصر ضد نيكولا جوزيف معلوف، اتصل برنامج للنشر بجوزيف لاستيضاح الامر. منين بزحلي اللي بده يبتز ابني مع المصاري كلها سوا؟ بس في ابني وما ابني، شو ابني رجال عم بيمارس مع وحده، ما عندي مشكله انه هاي البنت اللي عم يقلك عم يبتز ابني، منين اللي حكيت مع ابني مع مصاري او مع مليارات؟ بس جات بده يبتز، ما ادخل وحده بزحلي ابش معها 100 دولار، جات لابني راكب فيراري، طولي بالك شوي، ما في شيء واقع على الارض، ما معروف معروف شو معنى سيارات وشو معنى كيف عم ندفع على العالم، ابني عمره 20 سنه معه فيراري، بكون عم نبتزهم سيارات قدام البيت للاولاد مليون ونص دولار، بكون نحن عم نبتز العالم. دكتورة قبل ما نبلش بالروبورتاج قلتي لي عن نسبة معينة مزبوط بيلحق فيها الأولاد خطى الأهل، بدي بس أقول للأشخاص اللي حابين يشاركوا معنا أو عندهم أي معلومة أو أي حدا من ضحايا أنه الرقم موجود على الشاشة، لأنه قبل اليوم كل نهار كنت عم باخذ تليفونات أنا وفريق العمل من منطقة زحلة لكتير ناس عندها أشياء تقولها، فبتمنى أنه هول الأشخاص اللي قالوا كل المعلومات اللي قالوها أنه يحكونا هلأ على الهواء ليستفيد غيرهم من هالمعلومات. تفضلي. فإذا مثل ما كنا عم نقول في دراسة بتقول أنه على 10 أشخاص 9 من أولاد أهالي كانوا عم يعملوا أنفي هن خيانين أو ابتزاز اكسترا بهذا المحل، يعني أول شيء يكون في خيانة، طلعوا كمان الاولاد عم يعملوا نفس الشيء، مثل ما قلنا هذه مش كوينسيدانس، 9 على 10 من اولاد اهلهم هن كانوا عم يعملوا خيانه بمحل معين او عم يعملوا او ابتزاز بحق الاخرين، بحق الاخرين، لانه بالنهايه نحن هيدي بس ما نروح لبعيد، الاهل هن الاكزامبل للاولاد، الاهل هن بيفرجوا الاولاد شو لازم يعملوا، بمحل معين حسب الطريقه اللي كيف عم ينحكى فيها الاولاد مبسوطين بهيدي انه نحن مصاري وسيارات اكسترا، سو الولد بيتاخذ، بعدين الطريقه اللي عم يحكي فيها البي انه انا القوي، الولد بحب يشوف بيه هو القوي والقصة كلها وما حدا قادر يعمل معه شيء. دكتورة بدي بجملة واحدة كيف ردت فعلي أنا إذا أنا تورطت بعلاقة أول ما أكتشف إنه اللي معي عم يبتزني، أول ردة فعل شو هي لازم تكون؟ أول ردة فعل لازم أكيد أول شيء وقف وما فوت بلعبته، نحن منفوت بلعبته لأنه أول شيء منحس بالخوف وبالذنب، لازم نشيلهم على جنب، ما عليه كل شخص برجع بعيد اللي عم يعمل هو حر فيه، هيدي حياته الخاصة إذا ما عم يأذي حدا، من هونيك ورايح ممنوع فوت بلعبته، ما خاف ما حس بالذنب ودغري قضها لانه لعبته بتورطني كثير اكثر من يلي بتكون بلشه فيها. نعم صح. بدي بس كنت اعرف حضره المحامي يعني بختام لقائنا معنا معك اليوم انه هذا شخص كان رقيب بالدرك، يعني كان مهمته حمايه الناس صح. محل يعني مضحك المفارقه، وبنفس الوقت في اشخاص شاركوه بالمونتاج، توقفوا بمونتاج الافلام اللي بيعملها الفنيه على وقت قصير ليبعتها واتساب، فهول الاشخاص كلياتهم كمجموعه تدير هذه الاعمال شو حيلحقهم كمان من اتهامات؟ هذا يعني اذا هالكلام مزبوط بتصور مزبوط لانه سمعت فيه اليوم، هذا عصابه واضح انه كله بيكمل بعض، في حدا مقترف جرم وفي حدا متدخل بالجرم، وعقوبه المتدخل هون مثل عقوبه الفاعل. فبالتالي بيتلاحقوا مثلهم مثلهم، وانا مثل ما عم تقول الدكتوره بموضوع انه شو بتعمل اذا تعرضت الامراه لابتزاز. أنا فوق اللي عم تقوله الدكتورة بتجيب إثبات وبتقدم ادعاء صح نعم صح بتدعي نعم. ما في عندها حل تاني لأنه الدخول بهيدا النفق ما في منه خروج إلا بضرر أكبر من القيام بالفعل المطلوب قانونيا، وحتى الطب عم بيقول لك هيك، فبالتالي ما في عنا إلا اللجوء إلى القضاء. نعم أنا بس بدي أحكي بالفريق العمل، فرح كان عم بيحكيني الشخص اللي حكاها اليوم، إذا بتحب أنه يبدو أنه ما عم يتوفق بالخط إذا فيها هي تطلبه، بدي بس أقول أنه وصلني خبر هلأ من جهة رسمية أنه تم توقيفه لجوزيف معلوف، شغل كتير منيح وهذا شيء ممتاز أنه يصير معه، كان لازم يصير من زمان بطبيعة الحال مجرد ما صدر مذكرة توقيف غيابية. نعم. اليوم حكما هذا موقف يسجل للقوى الأمنية وللقضاء. نعم. سرعة التحرك بهذا لأنه موضوع خطير، موضوع مبتز للمجتمع مش بس للضحية. صار
دكتورة أنا كان عندي كتير سلسلة أسئلة في موضوع اللي له علاقة بالمجتمع ده، لازم يستوعب الضحايا بدل يشهر فيهم والفيسبوك ومصايبه ومشروع منتحرات هالنساء أحيان ما بدنا كتير نبرر اللي عملوه، بس يمكن مش جلدهم هو الحل. صح. يعني اختاري نقطة لنقول عنها لنكون ختمنا فيها، وهل ممكن ترميم هالعلاقات الزوجية اللي رح روح على آخر نقطة هي المهمة. في محلات معينة وهيدي الدراسات بتقول بعلم النفس إنه في أشخاص بيكملوا حياتهم، في أشخاص بيوقفوا دغري، يلي بيكملوا حياتهم سوا، أنا قصدي في لي دو شوا، يلي بيكملوا حياتهم سوا كمان صعبة، لما بمحل معين راحت الثقة راحت هيدي العلاقة، كان عم يبني أحلام للحياة كلها، خلص انكسرت، في حدا نقى حدا تاني يكمل الأحلام معه، سو صعب كتير. يعني بمحل معين يمكن إذا بتوقف العلاقة بيكون أفضل. وكمان للمجتمع بحب عن جد أقول إنه قديش عم يتدخلوا بحياة العالم وقديش اللي عمله. أنا مش بس بالضحية بحد ذاتها، بس بمجتمعنا كله، بالنساء وبالأولاد مثل ما قلت حضرتك أول ما بلشتي. هيدي كارثة. صح. الأمن الاجتماعي كله بخطر. طيب نحن بختام لقائنا بدي بس هيك نعول القانون انه يكون شوي منصف اكثر بحق ضحايا. اكبر اثبات اللي حضرتك قلتي هلا توقيفه مباشره، توقيفه مباشره مع انه عبروا لي انه هو هلا موجود على التلفزيون، ما بعرف اذا تم توقيفه لانه كان عم يرد كل النهار، ما بعرف اذا مسنود لهالدرجه ولا في شيء غلط. بشكل مستحيل اذا لايف حكما بده يتوقف الا اذا حلقه مسجله. يعني ما بظن غير. بكل الأحوال نحن رح نتابع حلقتنا على أمل أنه القانون يقدر ينصف الناس بحجم قدي دمروا غيرهم. في شيء كنت تقوله بختام لقائنا؟ اللي عم نقوله موجود صورة عن ذكر التوقيف الغيابي الصادرة بحقه، وهلأ سمعت من حضرتك أنه توقف. بالتالي القانون أخذ مجرى تلبية سريعة لندائي، واهم شيء يمكن هو غايب عنه انه دمر اولاده قبل ما يدمر اي حدا ثاني. دمر اولاده والحق ضرر كبير بكثير عيال. نحن بندعي كل الاشخاص، يعني ما بعرف ليش كثير ناس كانوا على اساس انه يحكونا الليله مباشره على الهواء، بس يمكن لو تم توقيفه واعتبروا انه موضوع صدقيني انه وصل لحقهم بشكل او باخر. موضوع شوي حساس وشوي دقيق، ويمكن بده شويه وقت لحتى الناس والمجتمع يستوعب انه موضوع بهالحجم وبهالحساسيه يطلعوا من حالهم ويحكوا، يكون عندهم الجرأة. أنا بدي أشير لنقطة، الإدعاء اللي تقدم من الضحية أنا بلاقيه هذا موقف شجاع. نعم. يعني عم تجي تقول أنا تعرضت للخطف وتعرضت لاعتداء جنسي وتعرضت لكذا 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 لكذا، هذا موقف يسجل لها. ويمكن لو أول ضحية عملت هيك كان. والشيء اللي حضرتك أشرتي له قبل شوي إنه عنده سوابق، ما في دعاوى، بالتالي يعني كل إذا خضع للابتزاز دفع مصاري وخلصت القصة. لأنه أنت بالمجتمع عندك أكثر من جهة، جهة دينية بتقلك ما نحكي، جهة اجتماعية بتقلك إذا حكيت توقع راسك، جهة بتقول خلينا نضبط الموضوع ونفل. أنا مني بدولة، أنا يعني بدولة نحن كلياتنا محل ما عم نتعاون على الجانب. أنا بدولة تطبق القانون المدني. نعم. نحن عايشين بلبنان، الأحوال الشخصية بنطبق عند المحاكم الروحية والمذهبية، بالقضايا من هالنوع نحن خاضعين للقانون المدني. نعم. شو ما كان الوضع القضاء هو الحل. ان شاء الله على كل حال هذا الشيء يكون عندهم الجرأة النساء خاصة، لأنه هن الأكثر عرضة للابتزاز بهذا الموضوع بالذات. لازم مش لازم يعني ما عندهم حل تاني. والدليل اللي صار هي قلة ثقة بالمجتمع. ولا أنا هل بدي أقوله، يعني هلأ بننسى أنه هو شو عامل، بنروح على الضحية انه كيف بتعمل هيك، نحن ما عم نبرر، نرجع نقول حياتها الشخصيه، بس ما ننسى اللي عمله هو بحال كان صحيح اللي عملته، هو اللي عمله يلي هو هون بدنا ندينه لإله، لانه اذا هي بمحل معين هي تعرضت لخيانه كمان، بمحل معين كانت واثقه بشخص بغض النظر عن كل شيء، نحن ما عم ندافع عن هذا الموضوع، بس تعرضت له بعد في اذى اكثر، سو هو هون هو ما بدنا نبين عم ندافع عن الفعل، لا الفعل بس بدنا بس المجتمع هيك بصير. هلا انا برايي مش قصه حريه شخصيه 100% خطا حكما، خاصه بصير هلا بالمجتمع وهي متزوجة. مظبوط. بالتالي مش بس خطأ محرم شرعا وقانونا، بس نية التزوير والإيقاع بهذا الحكم. أنا عم أقول معها حق بالنقطة، إنه المجتمع مش عم عارض بالنقطة، أنا عم عارض إنه نحن مش بموقع الدفاع عن الفعل، نحن بموقع إنه الخطأ وقع، صح، الضرر وقع، صح، لنضع حد لمنع تفاقمه من خلال الابتزاز. بس كيف بدك تخلي النساء
بعدين يجوا يقولوا ايه هيك صار، بدك المجتمع يجي معه دان كل سانس، انه يجي مش يدافع عنا، مش يحطها هي كمان انه حدا هالقد كانت مذنبه بمحل معين، ولا بعدين النساء ما رح يسترجوا يحكوا لانه بيعرفوا انه المجتمع رح ما رح ينصفهم. انا بعطيك المقاربه تكون يعني مش هيك، مش لانه تتضمن اذا بدك تساهل او تشجيع بمطرح معين. انا برايي الخطا الخطا نعم. يعني الانسان بطبعه خطاء اصلا، الخطا وارد عند المراه بصروفة. وعند الرجل ولا. نحن بنقول انه نتمنى ان لا يقع هذا الخطا، ولكن بما انه وقع هاي قضيه هلا موجوده بالنشر قدامك لكل امراه لكل رجل نعم. موجوده، شوف شو صار. يعني بيقولوا لك ما متى خلينا نحن على كل حال نحن حنتابع. الجهه اللي كانت بلغتني انه تم توقيفه هي جهه من قبل وزير العدل سليم جريساتي، بلغتني عبر الهاتف واللي كانت اعطتني اكثر من معلومه حوله لهالشخص انه هذا الشخص تم توقيفه. هيدا شيء عن جد لازم يتنوه فيه على كل حال.